النظام الجديد دوت نظام حلو جدا وهيفيد التلميذ جدا لانه هيواكب التقدم التكنولوجي اللي بيواكب العصر دلوقتي. فكل مرحلة في بدايتها بتبقى صعبة لانه لسه المجتمع مش واخد عليها، بس لازم لما نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض الموضوع هيبقى حلو قوي وهيخدم ولادنا قبل اي حد. الطرق التفاعلية الجديدة اللي هو الوزير عاملها فهي دي بتفيدنا اكتر، الفيديوهات اللي بيعملها وكده، فدي حاجة كويسة يعني. هي فكرة كويسة جدا بالنسبة لتطوير المناهج طبعا، وتطوير ان هو نظام اونلاين ده موجوده في بلاد بره من زمن كبير جدا. هيفرق طبعا معانا في الوقت والمجهود، هنركب عربيات ومواصلات، كل ده هيوفر معانا وقت كتير، بس لو مشينا صح في الموضوع ده. النظام الجديد حاجه جديده في التعليم، حاجه يعني جديده علينا غير اللي هو الكشاكيل والكتب، حاجه يعني جديده متنوعه يعني ان شاء الله تبقى كويسه. غير كده احنا جيل جديد عايزين نتعلم حاجات جديده ونعرف حاجات متنوعه ونبحث ونجيب معلومات من كذا مصدر، فتبقى يعني انا شايف انا عن نفسي كتجربه وسمعت ناس كتير جربوه النظام جديد يعني حلو كويس، وبس لازم نتعاون مع بعض. والله هو التعليم بالتاب كويس جدا لانه ممكن يتعلم في اي وقت وممكن يبحث عن اي درس في اي وقت وممكن برضه يوسع معلوماته، لكن لازم يكون فيه اختبارات عمليه كل مثلا فتره، يعني مثلا كل شهر مثلا لازم يكون فيه امتحان تحريري يكون فيه درجات وتضع في نهاية السنة.